اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على موضوع ظريف، موضوع ازاي ادهن شقتي بمنتهى السهوله، والموضوع بسيط جدا. الحاجه الوحيده اللي احنا مش هنتكلم عليها هنا في الفيديو ده، لكن هنتكلم عليها في الفيديو اللي بعد كده، هو ازاي لو كان عندك فيه شروخ او عندك حاجه في الحيطه مفروض انك انت بتعالجها قبل ما تبتدي دهان. بنعمل لها معجون وبنصنفرها بمنتهى البساطة، وبعد كده إذا كان عندك سيلر بنعملها بسيلر، ما كانش مش مشكلة، ممكن نديها وشين أو ثلاثة بالبوية علشان المعجون بيختفي أثره. إيه رأيكم؟ يلا بينا نبتدي الفيديو. قبل ما تبتدي طبعا بتشوف الحاجات اللي انت هتدهن بيها، في رولة والفرشة. الرولة الفرق الوحيد اللي انت لما بتيجي تشتريها الحجم بتاع الطول بتاع الرولة نفسها، فكل ما كانت قصيرة كل ما كانت بتديك سطح أنعم، فديت مفروض في الارتفاع بتاعها تقريبا اللي هو 6 مللي مثلا أو حاجة زي كده، اللي هي تقريبا دي، بس دي مستعملة، دي زي ما انت شايفين طويلة جدا، فدي بتبقى لي الأسطح اللي هي خشنة أو مثلا عليها اسمنت او حاجه زي كده، بتبقى ليها تضاريس طالعه ونازله كتير، فبتستخدم لها الفرشه اللي هي بتبقى زي ديت. فلو السطح عندك ناعم او عايزه يبقى ناعم، فبنستخدم اللي هي كل ما كانت اقصر كل ما كان افضل. يعني دي روله صغيره الارتفاع بتاعها ما تتعداش ال 3 او 4 مللي، فطبعا هتديني سطح املس اكتر. لو استخدمت دي على سطح ناعم اللي هتدي لك ان هو هتسيب لك عليه حاجات عالية وحاجات واطية أكتر، ويبقى شكلها مش ظريف. ده بالنسبة للرولة، ما أعتقدش إن فيها حاجة أكتر من كده. طبعا بالنسبة للفرش، الفرش بتبقى يا إما سطحها الحرف بتاعها مستقيم، أو بيبقى زي ديت فيها زاوية. بالنسبه للزاويه دي طبعا علشان لما باجي بشتغل في الاسطح والاركان دي بتبقى اسهل، لما يكون في ركن فبتبقى دي اسهل في الشغل معاك، لكن طبعا ممكن تشتغل بالاثنين. المهم في الفرشه ايه؟ المهم في الفرشه نوعيه الفرشه نفسها. ديت الفرشه زي ما انتم شايفين بولي استر، بس بيجي الحرف بتاعها بيتفرد، يعني بيخلوا الشعرة الواحدة بتيجي في الآخر بتتقسم. ده نفس الحكاية بوليستر بس عليها نايلون. النايلون اللي عليها بيخليها أنعم وأفضل بكتير من ديت. فدي في الحقيقة الأنواع دي يعني لا تصلح. تلاحظ إنك أنت برضو إيه لما بتيجي تبص لها من كده بتلاقي إنها فيها شطفة من هنا وشطفة من هنا عشان بتسهل الشغل، ولكن الأنواع دي بصراحة يعني لو اشتغلت بيها بتسيب لك حروف كتيرة قوي على البوية. فطبعا الأفضل لو أنت بتجيب اللي هي الحاجة عليها نايلون بتبقى أنعم بكتير من ديت، الحرف بتاعها بيبقى ناعم، وبرده بتبقى الحروف بتاعتها الأخرانية الشعرة الواحدة مفصولة. ديت بصراحة ما يعني ممكن تستخدمها بس في حاجة يعني أي كلام كده، على حاجة قديمة بتعملها فهتسيب لك علامات الفرشة كتيرة قوي. ديت اللي هي الفرشة سفنج إذا كانت بتلاقيها بتتباع، فديت بتبقى ليها برضو استخدام خصوصا في الأركان الرفيعة، بتقدر تستخدمها فيها، ما هياش يعني لمسافة كبيرة، لحاجة صغيرة بنقدر نستخدمها بيها لو عايز. طبعا عمرها قليل قوي وبتترمي. كل ما كانت الفرشة كويسة كل ما كانت تقدر تغسلها وتخليها بعد كده تستخدمها مرة تانية. الفرشة العرض بتاعها بيديك شغل مختلف، يعني لما يكون حاجة رفيعة زي كده بقدر استخدمها مثلا في الشباك، في كل ما كبرت كل ما اقدر يعني اشتغل بيها اكتر من كده. فبتختار ديت مثلا في حدود 7 سنتي، ديت 10 سنتي، دي حوالي 4 سنتي. فانت بتجيب اللي هي على حسب اللي انت تشتغل بيها في اي وضع، يعني في اي حاجه. بالنسبه للبويات واختيارك للبويه المناسبه، البويات بتيجي في انواع كثيره، منها اللي بيستخدم خارج البيت بيبقى معرض للشمس والمطر
وبالتالي لازم يستحمل أكتر من اللي هو بيستخدم داخلي في البيت. الحاجة التانية إن لو داخل البيت وبتستخدمه في مكان فيه رطوبة عالية زي الحمام، بيبقى مفروض إنه ليه مواصفات خاصة عشان ما تكونش عليه العفن أو اللي هو الحاجة السودة دي اللي إحنا بنشوفها عليه في الأماكن الرطبة، غير طبعا لما بيكون في أي مكان تاني جاف من المنزل. برضه في بويات بتبقى للمنازل وفي بويات للأماكن اللي هي زي المصانع أو المتاجر اللي هي بيبقى فيها استهلاك أكتر وفيها مشي أكتر وحاجات زي كده. بالنسبة لدرجة لمعان البوية، البويات في عندنا البويات يمكن المتوفرة عندنا هتلاقي فيها حاجات بسيطة جدا اللي هي بيبقى فيه ليه لمعة جامدة أو نص او ما فيهوش لمعة خالص. شركات كتيرة بتنزل حاجات تانية، بتنزل مثلا في درجات ما بين اللي هو النص اللامع والمط، بينزلوا مثلا درجتين او ثلاثة منهم اكشيل اللي هو بيبقى نفس درجة لمعان البيضة، مثلا سطح البيضة الخارجي، وفي الساتن اللي هو بيبقى اقل من ده شوية. فطبعا على حسب كل شركة ما بتنزل لك درجات اللمعة. الحاجة التانية إن ساعات بيبقى بيضاف على مكونات البويات حاجات زي مثلا بتخليها قوية، مثلا لو أنت هتدهن بيها مطبخ أو تدهن بيها حاجة الاستهلاك عالي، بيبقى فيها حاجات مقاومة للاحتكاك وتعيش فترة أطول. طبعا قبل ما تبتدي تدهن اي حوائط لازم نغسلها الاول بننظفها، بنشيل اي وسخه من عليها عشان تبقى اسهل في الدهان. بعد كده الخطوه التانيه هي ان احنا بنعمل كل الاركان بندهنها بالفرشه، علشان طبعا الروله مش هتقدر تخش جوه الاركان دي، فاحنا بنعملها بالفرشه. وزي ما انتم شايفين بنعملها بحيث ان ما نسيبش برضو اي علامات من الفرشة، بنعملها مرة واتنين بالراحة لغاية لما بنبص نلاقي انها العلامة اللي بتاعتها خفيفة جدا اللي احنا سيبناها عشان بعد كده لما تنشف ما يبانش اي علامات من الفرشة. طبعا الكلام ده بيتم في كل الاوض يعني، او كل الاوضة بتتعمل مرة واحدة الاركان وبعد كده نعملها بالرولة زي مع بعض. طبعا وانت شغال بالفرشة انت انتهيت في منطقة بتبتدي الفرشة الجديدة من ابعد منها، مش من نفس المكان اللي انت انتهيت منه. زي ما انت وريتك كده انت ابتديت، انا نهيت في مكان وببتدي من ابعد منه وبعدين بفضل امد لغاية لما اوصل للمكان اللي انا انتهيت عنه قبل كده. بالنسبة للرولة احنا لما بنيجي في عندنا زي الصينية دي أو التري دي بننزلها فيها، في هنا بيبقى موجود البوية كلها، بدخل الرول عليها وبعدين بعملها هنا بحيث أنزل الزيادة بتاعتها وأقدر أخدها بعد كده. وفي نفس الوقت لو أنا عايز أخد شوية صغيرة بقدر أخدها من على الجزء ده، لو عايز أملاها بنزلها شوية وبطلعها تاني وأقوم نمشيها على الجنب ده، بتنزل الحاجة زيادة بتاعتها. فزي ما انت شايف مفيش حاجة نازلة من الرولة دلوقتي. لما ببتدي بدهن بفطر نفسي تدهن هنا، بنزل بيها كده وبقطع بيها تاني وآدي الحركة. لو اتكلت عليها جامد قوي هتسيب لك حروف في الجناب، وده اللي احنا مش عايزينه. مش عايزين لما تكون مليانه قوي هتلاقيها تسيب لك حاجات على الخيط. فانت لازم ما تخليش اي حاجه من الحروف دي باينه. طبعا انا ده وش تاني، فطبعا انا مش شايف الفرق غير ان درجه اللون بسيطه جدا اللي هو انها مبلوله يعني. بعد كده لما تنشف هتختفي الالوان والاتنين يبقوا زي بعض. عادة لما بتيجي تبتدي، أنا نهيت هنا أبتدي في حتة بعد من الحتة الناشفة وأبتدي آخد تاني على الجزء اللي أنا اشتغلت عليه قبل كده.
متكامل لغاية فوق. طبعا احنا عملنا بالفرشة لغاية فوق، فانا هنا مش هوصل لغاية السقف. يعني كده أهم حاجة إن الفرشة ما تسيبش أي علامة على الحيط. ما بتكاش على الفرشة أوي، يعني بنخليها هي ماشية براحتها يعني، عشان لو اتكيت هتسيب علامات على الحيط. ما تنساش لو انت اشتغلت بالفرشة الرول بالعرض انك انت تكون اخر حاجة ليك هي بتقول.